السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. مع محمد عصام ان شاء الله اكون معاكم في المحاضره دي من كورس الرسم الاعتراف الرصاص. محاضره مهمه جدا جدا هي تريد رسم الالف، تمام؟ ودي كارثه ومشكله كبيره عند ناس. هنبدا نتكلم فيها بالتفصيل واحده واحده، هناخدها على محاضرتين. اول محاضره النهارده هنبدا نتكلم فيها عن تريد رسم الانف من الامام كده من الوش، بالتظليل بتاعها والتفاصيل بتاعها والاخطاء اللي دايما بنقع فيها كلنا، تمام؟ يا رب الفيديو يعجبكم وان شاء الله تستفادوا منه كويس جدا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا دوس على بتاع الجرس ده، حلو برضه. ماشي، هستناكم ان شاء الله. يلا بينا على الفيديو. هنبدا نتكلم عن اول حاجه في المناخير، وان هي المناخير عباره عن 3 كور. فاول حاجه هنبدا نرسمها، هنرسم 3 كور. الثلاث كور بتوعنا هو كورة كبيرة وكورتين صغيرين. طيب الثلاث كور دول مش ثابتين عند كل الناس، يعني مش كل الناس حجم المناخير بتاعهم نفس حجم الثلاث كور. في ناس بتلاقي عندهم الكورة دي كبيرة جدا بالنسبة للكورتين اللي جنبها، وفي ناس لا، بتلاقي عندهم الثلاثة تحس ان هم جنب بعض، يعني قريبين من مقاس بعض، وفي ناس تحس ان الكورة دي شكلها بيضاوي شوية، وفي ناس تلاقي عندهم الكورة دي مرفوعة لفوق، الكورة دي اللي هي الجزء اللي في المناخير من قدام، وفي ناس تلاقي عندها الكرة دي مدببة لتحت كده ونازلة لتحت. فأنت ما بتحفظش شكل الكور أو ما تحفظش شكل الرسمة اللي أنا بعملها وبعد كده تنفذها في أي صورة، لكن أكيد هيطلع وحش، هيطلع غلط. فأنت تبدأ تتخيل شكل الكور دي على الصورة وتبدأ تشوفها من الصورة نفسها هي عاملة إزاي. طيب أول حاجة رسمنا الثلاث كور بتوعنا. بعد كده في عندنا خط ماشي بكيرف من تلت الكرة دي لتلت الكرة دي، خط عامل كده، تمام كده. بعد كده هبدا اعمل خطين بالطول، واحد بيقطع لي الكره الكبيره دي في التلت بتاعها من الناحيه دي، خط كده بالطول كده، وواحد بيقطع لي نفس الكره بس في التلت بتاعها من الناحيه الثانيه، خطين بالطول. ودي بيكون الجزء الفاتح اللي في نص المناخير، مش العظمه اللي هي عرض المناخير كلها، تمام كده. الخطين دول اول لما بيلمسوا الخط اللي هو بكيرف ده بيعمل لي مثلث تحت هنا، والمثلث ده بيكون الارنبه اللي قدام كده في المناخير. طيب اول حاجه ان احنا عندنا الخطوط دي كلها خطوط وهمية، ما ينفعش توضح خالص في الرسمة، لو بان أي خط منهم أيا كان هتبوظ الرسمة بتاعتنا، فلازم الخطوط دي تكون بخفيف جدا جدا، أخف درجة عندكم تشتغلوا بيها، وما ينفعش تجيبوا قلم فاتح وتيجي ترسم الخطوط دي بقلم فاتح وتحفر في ورقة وتدوس يعني براحتك، عشان كده كده هو فاتح، فساعتها هيعلم وهيبوظ، فخلي بالكم من النقطة دي عشان بيقع فيها ناس كتير جدا. طيب، أول حاجة احنا عندنا ما بين الكيرف اللي احنا رسمناه من شويه ده وما بين كيرف الكوره او نهايه الكوره الصغيره، في عندنا فتحه المناخير هنا. فتحه المناخير دي بيكون في ناس ما بتعرفش ترسمها ازاي او بتقابلها مشكله ازاي، ان في ناس تيجي ترسم فتحه المناخير فتيجي تعمل ايه، ترسم الاوت لاين بتاعها كده زي ما احنا رسمنا ويروح عامل كده، يروح قافلها من تحت كده لففها. لا، وده غلط جدا، انا ما ينفعش ان انا اقفلها من تحت، لان فتحه المناخير دي من هنا هي داخله كده لجوه لفوق، لكن هي مش داخله في الوش، مش مقطوعه من الوش، يعني الجزء اللي مقطوع وانا مش شايف تكملته هو اللي لفوق، لكن الجزء اللي تحت ده الجزء بتاع الشنب فانا شايف تكملته، فما ينفعش ان انا اقطعه بخط. طيب وتاني حاجه، مش احنا بنقول دلوقتي ان هي جايه من فوق كده لتحت، يعني من جوه لبره، يعني من غامق لفاتح، يبقى تظليلها من غامق لفاتح، لكن ما ينفعش حد يجي يظللها يروح عاملها ايه، اسود 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 كده، ما ينفعش، غلط جدا. ده بيحصل، ده بيعمل ايه؟ عارفين شكل المناخير اللي كنا بنيجي نرسمها زمان اللي هي عامله كده وفيها كورتين عاملين كده، حلو. لو انا عملت فتح المناخير كلها سودة نفس الدرجه هيطلع لي نفس الكورتين دول، فدي كارثه. طيب فانا جيت رسمت فتحه المناخير، فتحه المناخير دي بتحدد لي اذا كان المناخير دي مرفوعه لفوق او نازله لتحت. تاني، شكل فتحه المناخير هو اللي بيحدد لي اذا كان المناخير دي مرفوعه لفوق او نازله لتحت، هو مش دي لوحدها، هي كذا حاجه مع بعض بس ده جزء منها. فلما تيجي ترسم فتحه المناخير لو هي مايله لفوق يبقى المناخير دي مرفوعه لفوق، يعني انا دلوقتي هرسم واحد مناخيره مرفوعه لفوق شويه، طبيعته كده، انا برسمه بص بالوش بس هو طبيعته ان مناخيره مرفوعه في سنه لفوق. طيب ولو دي مايله لتحت، يعني لو انا جيت رسمتها عامله كده فده شخص مناخيره نازله لتحت مايله لتحت كده شويه، حلو. فما تجيش تحفظ شكل بيضاوي وخلاص وترسمه عند اي حد، نيجي الناحيه الثانيه ونعمل نفس الكلام. طيب حلو جدا، تعالوا نبدا نظلل. اول حاجه ان احنا عندنا الكيرف بتاع الكوره ده او الكوره دي هما ثلاث كور عليهم اضاءه جايه من الوش، يبقى النص بتاعهم فاتح والجناب غامقه، يبقى انا عندي الكيرف بتاع الكوره هنا ايه، غامق والنص بتاعها فاتح، يبقى انا هبدا اظلل من هنا
غامق وابدا اطلع في النص واحده واحده الفاتح. طيب الغامق اللي انا هبدا اظلله هنا ده هيبقى خط اسود زي كده؟ لا طبعا، كارثه، مشكله كبيره جدا جدا بيقع فيها ناس كتير. ما ينفعش ان انت تحدد ده بخط كده وتقطعه، لان ساعتها هتبوظ. فانت لازم تعمل ايه؟ لازم تبدا تديله بدرجه بسيطه، يعني هي مش غامقه قوي، وتبدا تدرجه الفاتح. طب بس احنا بنشوف الجزء ده غامق، هو مش الخط بيكون غامق، يعني في ربع الصور بيكون حرف الكره ده فاتح، لكن الجزء اللي وراه اللي هنا هو ده اللي بيكون غامق. فانت ساعتها بتظلل حوالين الكوره غامق، لكن مش بترسم خط. فخلي بالكم من النقطه دي. فانا هبدا اظلل اهو في الكوره من هنا مثلا غامق بسيط، وابدا ادرج في النص واحده واحده الفاتح. طيب تكمله الكوره انا ما كملتش الخط بتاعها لغايه هنا، لان ساعتها هتطلع يعني هتبرز كده ويكون شكلها وحش جدا. هو اخرها هنا بس، ده الجزء الغامق بتاعها، وبعد كده الجزء ده بيكون فاتح. طيب وانا بكمل كده تظليل الكوره بتاعتي، عندي جزء فوق فتحه المناخير بيكون غامق شويه كده بسيط. تمام، الجزء الغامق اللي فوق فتحه المناخير ده هو اللي بيقول لي ان المناخير دي داخله كده لجوه. يعني ايه؟ يعني شكل المناخير من الجنب عامله ازاي؟ شكل المناخير من الجنب عامله كده، صح كده؟ مش شكل المناخير من الجنب نفس الشكل ده؟ طيب لو انا ما عملتش الجزء الغامق اللي هنا ده، هيقول لي ان المناخير دي مش عامله كده، دي عامله كده، وده غلط. المناخير جايه داخله لجوه كده، صح؟ اهي الجزء اللي داخل لجوه ده. فعشان كده بنعمل الجزء الغامق اللي فوق فتحه المناخير، او اللي هو السمك بتاع الجلد، تمام؟ وده بيبرز لي شكل المناخير جدا. طيب لو تلاحظوا كده هتلاقوا ان تحس ان فتحه المناخير تاهت مع الجزء ده. فانا لازم ابين واوضح ان فتحه المناخير عندي غامقه اهو، ببدا اعملها من غامق لافتح لافتح لافتح. بس بصوا تحسوا كده ان انا عملتها كلها نفس الدرجه، صح؟ بس ده غلط، انا ما عملتهاش نفس الدرجه، انا عملتها من غامق لافتح لافتح، بس ايه؟ بفرق بسيط ما بين الغامق والفاتح. ما عملتهاش اللي هي اولها غامق كده وبعد كده اخرها فاتح كده، لا، عملت الفرق ما بين الدرجات بسيط شويه، وده لازم يكون موجود. نبدأ نكمل التظليل بتاع الكورة عندنا اهو، من غامق لافتح لافتح. طيب ونيجي بعد كده الناحية التانية، عندي برضو الجزء ده هنا غامق. بصوا ما بحددش باسود اهو، بدي تون بس مش اسود. بعد كده هبدأ اظلل من غامق لافتح لافتح. شايفين الخط ده؟ الخط ده هو الجزء الغامق اللي بيكون تحت في المناخير من هنا، هو الحته دي، تمام؟ فالحته دي مش بيكون واصل لها اضاءه، فعشان كده بنبدا نديله ايه؟ تون كده بسيط. طب هو غامق قوي؟ تون غامق قوي؟ لا. طب خلي بالكم من المثلث ده اللي احنا كنا عاملينه، المثلث ده هو الحته دي، والحته دي بيكون بارزه شويه عن الجزئين اللي جنبها، يعني المثلث ده هو فاتح شويه عن الحتتين اللي جنبه، يبقى انا ببدا ادي تون هنا كده بسيط، حلو؟ بس المثلث ده بيكون افتح شويه. طب معنى كده ان اللمعه اللي في المناخير مش هتكون فين؟ في المثلث. اللمعه لازم تكون فوق المثلث هنا في الجزء ده، وهقول لكم على حاجات في لمعه المناخير دلوقتي هتظبط شكل المناخير جدا. طيب نيجي بعد كده نظلل الكوره دي، عندي برضو الجناب بتاعتها غامقه ونص فاتح. طيب حلو، دلوقتي الجناب بتاعت الكوره دي هيكون غامق زي اللي بره اللي هنا؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم يكون الجزء اللي هنا ده افتح شويه من ده، لان ده بارز اكتر. فانا هبدا اظلل هنا غامق بس بسيط وافتح من الدرجه دي. فاحنا عندنا مش بنرسم بابيض واسود بس، بنرسم بتونات، صح؟ وغامق وافتح وافتح. فانا ببدا اطبق الكلام ده في الرسم، وده اللي اتكلمنا عنه في اول محاضره. يا ريت لو ما حد ما شافش اول محاضره يتفرج عليها، هتلاقوها موجوده في الفيديوهات. تمام، طيب حلو، نبدأ نطلع للجزء اللي فوق. بص الحتة دي هي أصعب جزء في رسم المناخير تقريبا، وهي بتتقسم عندنا لثلاث أماكن. أول مكان هو زي مثلث كده بسيط هنا بنعمله، خلي بالكم إن كل الخطوط دي قلنا بنعملها وهمية، يعني أنا حتى لو بانت هنا فأنا بشرح لكم فببينها أكتر، لكن في الرسم لازم تكون خفيفة جدا جدا. فأول جزء هو عندنا المثلث ده أو الحتة دي، تاني جزء هو عندنا جزء كده مايل زيه فوق هنا، تمام كده؟ تالت جزء هو الجزء ده وبيكون متفرغ كده لجوه. بص التلات اجزاء اللي موجودين في المناخير دول هما متقسمين عندي، لان هنا غامق، ان المكان ده بيكون فيه تظليل غامق، والمكان ده بيكون فيه تظليل فاتح، والمكان ده بيكون متدرج من الغامق اللي هنا لفاتح اللي فوق. يعني انا عندي التظليل من التظليل في الجزء ده من غامق لفاتح لايه؟ لغامق تاني، بس الغامق اللي هنا بسيط، اللي هنا بيكون زياده. طيب معنى الكلام ده ان انا ينفع اجي في المناخير اروح واخد الحته دي اظلل فيها بالطول؟ كارثه كارثه،
لو عملت خط هنا كده بالطول باظت الرسمة حتى لو بخفيف. ما ينفعش تظلل بالطول علشان الجزء ده عندك هنا في تدريج من غامق لافتح لافتح، لو انت عملت خط يبقى انت عملتها كلها نفس الدرجه يبقى الرسمه بتاعتك باظت. فانت لازم تبدا تشتغل فيها بتدريج. ازاي؟ بصوا كده انا بظلل فيها بالعرض اهو وببدا ادرج واحده واحده. تعال ناخد اول جزء. اول جزء ده انا عندي فيه تظليل من غامق متدرج من درجه الكره الغامقه لفوق لفاتحه. طيب ركزوا معايا انا قلت ايه تاني. انا قلت انا بظلل من درجه الكره الغامقه لفوق لفاتح مش من غامق لفاتح. يعني ايه؟ يعني باخد من التصدير اللي انا كنت عامله ببدا ادرجه الفاتح، لكن ما جيش اغمق زياده في الجزء ده عشان لو حد غمق زياده هيطلع لي شكل المناخير عامل كده. عارفين المنظر ده؟ حلو. فبلاش ان انا افضل اغمق هنا زياده، لا انا ببدا اخد من درجاتي اللي انا عاملها اهي وابدا ادرجها لفوق لافتح. طيب خلي بالكم من نقطة مهمة جدا جدا جدا. احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان انا ما ينفعش اوقف تظليلي عند خط، فمش معنى الجزء اللي انا عامله هنا كده نهاية التظليل بتاعي ان انا اروح موقف تظليلي عنده بالظبط، لا لازم خطوطي تخش جوه كده جوه الجزء ده، علشان لو وقفت تظليلي هنا ساعتها هبوظ وهيطلع لي الحتة دي في عمود كده او في حتة مكسورة. طيب معنى الكلام ده ان انا برضو ما ينفعش اروح ماسك استيكه وبعد ما اخلص اروح مفتح الجزء ده، لان الاستيكه هتقطع التظليل بتاعي وهتعمله كانه واقف عند نقطه واحده، فساعتها هتبوظ برضو رسمه المناخير. فخلي بالكم من النقطه دي جدا جدا جدا. هبدا اظلل اهو من غامق افتح او من درجه الكره لفوق لافتح، ونفس الكلام هنا. نبدا نطلع بعد كده للجزء اللي فوق. احنا قلنا الجزء ده فاتح. طيب ركزوا في النقطه دي، هي مهمه جدا جدا جدا، تبوظ لنا شكل البورتريه كله لو عملناها. ايه هي النقطه دي؟ ان انا ما ينفعش اروح مظلل من ده لفاتح فاتح فاتح وبعد كده ابدا اغمق، الرسمه هتبوظ. لازم لما تبدا تظلل في حاجه زي كده تبدا من الغامق، صح؟ طيب فانا هبدا من الغامق اللي فوق وانزل لتحت، لكن ما ينفعش اظلل من فاتح من غامق لفاتح لغامق هتبوظ. نفس الكلام لو بترسم الخد، ما ينفعش تظلل من غامق لفاتح وتروح راجع لغامق تاني هتبوظ. ابدا تظلل من غامق لفاتح واقف، وبعد كده اشتغل من عند الودن من غامق لفاتح. تعالى مثلا للجزء بتاع الجبهه نفس الكلام، ما ينفعش تظلل من غامق لفاتح وترجع تاني لغامق الناحيه التانيه هتبوظ. من غامق لفاتح واقف وبعد كده من غامق لفاتح. فاهمين كده؟ فركزوا في النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. انا اشتغلت اللي هنا قست نسبي وظبطت النسب بتاعتي، هبدا بعد كده ابدا اشتغل من فوق من عند الجزء اللي هو بتاع العين، وهبدا اظلل الجزء ده ان هو عندي هنا في غامق. الجزء ده بيكون غامق جدا، ده اللي بيكون عند العين اللي رسمناه في المحاضره اللي فاتت، تمام؟ فبنبدا نديله تون كده غامق شويه، ممكن يوصل لاسود على حسب درجات الصوره نفسها، وببدا ادرجه من غامق لفاتح. بصوا كده وانا بظلله من غامق لفاتح، ايه ده انا ليه بطلع كده؟ ليه ما بنزلش كده؟ بص الجزء ده عندنا العظمه فيه ماشيه الناحيه دي، فانا ماشي مع اتجاه العظمه، وخلي بالكم مش حركه ايدي معاها، انا حركه ايدي عكسها. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، لازم امشي مع اتجاه العظمه عشان يكمل لي تظليلي او يدخلني مع الجزء اللي انا هبدا اظلله بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هو الخد. عشان الخد دايما بيبوظ مننا لاننا بنوقف تظليلنا عند الجزء اللي بنرسمه بس. يعني انا دلوقتي بظلل المناخير واروح موقف تظليلي هنا، بقول اخلص المناخير وبعد كده اخش على الخد، باظت الرسمه. لازم تبدا وانت بتظلل المناخير او الجزء ده في المناخير تبدا تكمل حته من الخد اللي هنا، حته بسيطه اهي، عشان تكمل تظليلك عليها بعد كده. وانا بظلل هنا بصوا فرش لنفسي درجات عشان ابدا اعمل ايه؟ اخدها بعد كده وابدا اكمل رسمه الخد بتاعتي. طيب نفس الكلام مثلا لما تكون بتيجي ترسم العين، هتبدا تكمل تظليلك وترمي جزء للخد. فاهمين كده؟ فما ينفعش ان انا اروح موقف تظليلي هنا كده واقف، لا لازم امشي مع شكل العظمه. نفس الكلام مثلا في نقطه مهمه جدا، ان في الخد عندنا بيكون في عظمه كده. في ناس بتروح جايه مثلا ايه، تيجي ترسم بورتريه، تعالوا نعمل حاجه كده اللي هي القديمه اللي الناس بيعملها زمان دي، عارفين انتوا المنظر ده. في ناس تيجي ترسم بورتريه تعمل كده، عايز تظلل الخد فتروح عامله كده فيطلع المنظر ده، فده كارثه، كارثه كبيره جدا، لان هو مشي مع العظمه اه، بس حرك ايده مع اتجاهها فيطلع له خط حتى لو بيظلل على فكره. فلازم يحرك ايده عكس اتجاهها كده، يعني الجزء ده ماشي كده العظمه ماشيه كده، بحرك ايدي انا كده عكسها، زي ما انا عملت هنا، العظمه هنا ماشيه كده انا حركت ايدي كده عكسها، ما ينفعش اظللها كده. حلو؟ هبدا اكمل تظليلي اهو وابدا اظبط بقى التون اللي عندي اللي هنا، وابدا اظلل الناحيه الثانيه واعمل نفس الكلام.
طيب في نقطة مهمة جدا جدا هنتكلم عنها، وهي الجزء ده. الحتة دي بتكون غامقة او داخلة لجوه شوية، بس الجزء ده مختلف من الولد غير البنت. ازاي؟ عند الولد بيكون عنده الحتة دي داخلة لجوه، وبعد كده هنا عند الحاجب في بروز، وبعد كده هنا داخل لجوه تاني. عند البنت لا، بيكون دي داخلة لجوه بس ماشية مع الجبهة على طول. يعني تعالى نشرح لكم على الحتة من الجنب دي. لو ده ولد فشكل العظم بتاعته عاملة كده، بصوا كده انا عملت ايه، دخلت جوه بعد المناخير، وبعد كده طلعت لبره تاني، وبعد كده دخلت لجوه تاني، وبعد كده كملت مع الجبهه. حلو. طب لو دي بنت فشكل المناخير بتاعتها عامله كده، بص كده عند العظمه هنا هعمل ايه، هاخد من ده واطلع مع شكل الجبهه على طول كده، مفيش المطب اللي موجود هنا، ودي حقيقه على فكره. طيب بص، الجزء ده لو من الوش عندي يبقى عامل ازاي؟ لو برسم ولد فانا عندي الجزء الغامق هيبقى محصور هنا، عشان هنا في جزء فاتح فمش هينفع يتدرج لفوق، صح؟ فهيبقى عندي مثلا ان الجزء ده هنا غامق، وبعد كده التظليل عندي واقف شويه، وبعد كده متدرج لحته بسيطه قوي، وهنا في فاتح، وبعد كده فوق هنا في غامق تاني. طب لو بنت، لا لو بنت هتروح واخد التظليل ده وتبدا تدرجه لفوق مع الجبهه على طول، وساعتها مش هيكون غامق زياده شويه زي الولد. حلو. اوقات بيكون في بنات عندها العظمه دي بارزه شويه، بس شويه مش زي الولد، ما ينفعش تبقى زي الولد خالص. نبدا بقى نشكل الرسمه بتاعتنا، وهقول لكم على نقطه مهمه جدا 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 في لمعه المناخير. هنتكلم عن لمعة المناخير، وهي هتشكل لي ثلاث انواع من مناخير. احنا عندنا مناخير عباره عن ثلاث انواع، الشكل بتاعهم او الاوت لاين بتاعهم من بره بيبدا يتشكل على ثلاث اشكال. اول شكل عندنا بيكون المناخير عامله كده، بصوا كده شايفين الجزء ده نازل عدل ازاي كده، مسطره كده. حلو. طيب الشكل الثاني بيكون عامل كده، شايفين الحته دي بقت بارزه ازاي. حلو. الشكل الثالث بيكون عامل كده، انا بوضحها لكم بشكل بهيئه كرتون شويه عشان تبان قوي وتوضح لكم، تمام كده. طيب بص دلوقتي، لو انت عندك المناخير شكلها عامل كده ماشيه خط عدل، فساعتها اللمعه اللي هتكون على المناخير هتكون على الجزء ده كله، صح كده، مفيش حاجه قطعها في النص. طيب لكن لو شكل المناخير عامل كده، ان انا عندي جزء بارز وبعد كده في حته داخله لجوه شويه، وبعد كده عندي مكان بارز تاني، فانت ساعتها عندك اللمعه هنا هتتقسم لنقطتين، ان بقى عندك في لمعه هنا وفي لمعه فوق، او في اضاءه هنا وفي اضاءه فوق، وهنا في حته بسيطه غامقه شويه. طب ولو شكل المناخير كده، فانت عندك الجزء ده اصلا داخل جوه في الغامق، فاللمعه عندك في الكوره بس. حلو. الكلام ده من الجنب عشان تبينه سهل جدا، ان انت هترسم الخط عامل كده او هتطلعه بره او الكلام ده كله، بس من الوش عشان توضحه فبيبان من اللمعه اللي في المناخير، ان انت ساعتها ممكن تعمل مثلا هنا اللمعه دي او خط على بعضه اللمعه وهكذا، مش شرط يكون في لمعه بيضه، بس الجزء الفاتح اللي انت بتعمله هو اللي بيشكل لك الشكل ده بتاع المناخير. كده تكون خلصت معانا محاضره المناخير النهارده، ده اول جزء في شرح المناخير. هنبدا نتكلم عن الجزء الثاني ان شاء الله في المحاضره الجايه. يا رب المحاضره تعجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا، لو عجبكم يا رب تعملوا شير، يا رب تعملوا شير وتعملوا لايك، تمام، واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زرار بتاع الجرس، ماشي، دوسوا عليه اللي هو شبه الجرس ده، حلو ماشي. يلا ان شاء الله اشوفكم المحاضره الجايه. السلام عليكم.